بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جاني حلقة شكاوى التريتل بنا شكاوى الترغلي نواقد الإسلام تلقابنا القرهن نواقد الإسلام نواقد الإسلام نالقابنيو لينا ملاحظة بوديبو نا لينا ملاحظة نينا تنبيه جرب دوك نيدن بكا إن شاء الله أقوار لينا لي وري عنوان اللي نقول لي توناوغن إن شاء الله. نا ملاحظة اثنين، النواقد الإسلام ناوك يعني خطرهم بقديبة من خطورة ناقة. إنسان وعباخر إنسان مندك عكاو قاباخر قويتاخر كره وانا قنديبو نين خطر لمبوك لازم نا إنسانين نانسانين نا نواقد أنت بخير شاوك نيسانا كودو نواقد نرخورك يعني نواقد اسناق اخطر شيقن وريق انسان نواقد الاسلام يعني اسلام لتبرسنا اسلام لتفدنا يعني نواقد لتوان ما يعني ني اسلام سيني دينسي خطر لعردا خسارة بهرقن نيدم خسارة واني قاون نا اشياء يعني اكثر شيء يمكن حصلوا وأكثر شيء قويستو يعني بجخة سنعات يمكن لباخ ننا واقدنين إنسان حسب ده قرسوك قريب حسلوك ناس ناشيانين ناشيانين يخي قريب قويسترو شاق مالاخ تنقى أخسره منهم شاق. طيب انتنبيهات يوك لا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. والثاني، هذه النواقد كلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فيجب على المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. طيب نان إن شاء الله الكفر بالطاغوت تونقون قرنقن طاغوت رنيا الكفر بالطاغوت ني إن شاء الله إن بنا نكي شكا لنا تتري نهبني إن شاء الله بإذن الله عز وجل لاقش قانون لقن تعريفني وهبنا عرفنا كل ورنقن طاغوت. طاغوت لغة من الطغيان وهو تجاوز الحد، إنسان خلاص يعني مفتري، إنسان طاقي حدود نوصي دوكو تجاوز جابر دوكو أو أخو مرة، إنسان قدامت المتعدي، إنسان قدامت الكارخ نحدود صدقه سنقن شرعها يعني ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني إنسان حدود صدق إنسان معبود لي رجال سنة قال ده كله ولي إنسان نتبع رأس الشخص زيادة قلو أسرة زيادة قاد رأو قال ده كله ما تراه سنة كبر كله أو إنسان شنو كمان يعني جار درسي طاعة جربيه ورديا يعني رضيه إن قدامنا بلن سجدنا وقول لهم لك أنا وقول لهم نيا رادا أكونسك ناس أنا اثنين ناوك شرعا نين كنت أقود استاق قابليا وقيان دي تجاوز دي حدود أخوكن. طيب أول ما افترض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، طبعا طاغوت نين جار أكفر ربي أخونا جار دامنا ودليل ورنقن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب صفة الكفر بالطاغوت وين رجعن صفة نري ليه رجعن الألف دي بعد المقديبة أن نعتقد بطلان عبادة غير الله أول جارن قد عبسة قلاني وأن وتتركها وتبغضها كذا بارنا كون الله انطرنا كون الله أن تكفر أهلها وتعاديهم نين نا طغيان نا طواقيت لازم نين موالاة شاخني انكلير شاخني كودو
حقر شخنين ما نكو ناس لاخ شير دور لهم شاوخ كده ناو كافرين اكنت قرر شاوخ الانسان و كده محبتر قرب رأسي لهم شاوخ وريخنين عدو جاروغن. طيب رؤوس التواقيت اخوات التواقيت وينجن اخوات التواقيت امكوغن رؤوس التواقيت خمسة اخوات التواقيت امكوغن نعم كونين لأخو إبليس قن لعنة الله علي لنرى ومن عبد من دون الله وهو رادي جار اندرسي جار اويسي عبد سرو جاربي قن هي رادة أكونسك نينر طاقوت قن ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كدو قدامتي دعوة قدام أقولهم لأخو يتعبدا النوايا أخرق النوايا أخرق نفع كونر درر كونر ياخ نينر طاقوت قن ومن ادعى شيئا من علم الغيب كدو علم الغيب شخون عن مارس وانتروغن نعم 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 مرنين قديت ناخذني فلان دقي ونوايا وخارتوغن فلان دقي ونوايا رجن ياخ انسان مع حاجة علم القيب تقابخ والعلم القيب اروخن ياخ وان انسان ينغر طاقوت قن كدو وليو علم القيب اروخ جارقن لا يعلم الغيب الا الله الله سبحانه وتعالى قن اروخ ومن حكم بغير ما انزل الله يعني حكم جارخسي كتاب جارخسي نتنين نفعله أريخد حن بارنو لقمدونه ولا أريخد حكمنا أريخد جلابني يا نينر طاقود جن. طيب الأصول الثلاثة ما نقابني خنديبا لكننا ين اختيرنو جرب دولي كنا نأصولي نان نيل قابني قرابين التوحيد لقابني خن لكن شوية كانت وأنا نكودولار لاري قابسي قيو ديبهم إن شاء الله لغش قوارنا لهم وليهم مانا حلقات جابر لي الوصول الثلاثة قابنا نقولهم نهواي نخن معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسئلة القبر الناس يقولون لا أقرب لي وأنقرصك منهم ونقن كجار ويحكم كدين ويحكم كنبي صلى الله عليه وسلم نير ولدنا دوي النقدي ونقول إن شاء الله وفيه مسائلنا ربنا هو الله الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه أن الله عز وجل هو المعبود وليس لنا معبود سواه عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته العظيمة ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضين السبع من فيهن وما بينهما والأصل الثاني معرفة العبد دينه وفيه مسائل الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه هو الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وآخرة من الكافرين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله نينقل نسيقرها مراتب الدين للتوق مراتب الدين نسيقرها ينهن الإسلام والإيمان والإحسان والأصل الثالث معرفة العبد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيه مسائل اسمه ونصبه ونين سالة سيرة الانترونقن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عمره له من العمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم منها 40 قبل النبوة 40 أمر نبوة نقت و23 نبيا ورسولا نبوتي ورسالتي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بلده ومهاجره بلد مكة وهاجر إلى مدينة المنورة وموضوع دعوته بعثه الله بالنظارة يعني إنذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.